صباح الورد عليكم مرة تانية. نبتدي بقى أخبارنا معاكم من السياحة المصرية. في صحيفة بريطانية اسمها التليجراف البريطانية سلطت الضوء على أبرز الأماكن في شمال أفريقيا علشان قضاء زي ما بيقولوا عطلات الخريف بعيد بقى عن موسم الأعاصير الأوروبي، اللي أكدت أن في مقدمة الدول اللي في شمال أفريقيا دي مصر والمغرب وتونس. الصحيفة قالت أن الثلاث دول موطن لمدن ساحرة بتتميز طبعا بالمد والجزر. كمان في بدائل كتيرة في الأقصر والجيزة والقاهرة اللي بيعتبر نقطة جذب طبعا دي السياحة. أكدت كمان أن مصر بتعتبر فرصة خالدة لقضاء أسبوع ما بعد الصيف، ومن ضمن الأماكن اللي نصحت بزيارتها طبعا شرم الشيخ، منطقة المنتجعات الأكثر شعبية في مصر، والجونة ومرسى علم اللي طبعا صعدت لمكانة بارزة في عالم السفر كوجهة من الدرجة الأولى للغوص، علشان طبعا فيها مساحات شاسعة من الشعب المرجانية. تفاصيل أكتر خلونا نعرفها من الأستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين. صباح الورد عليك يا فندم. اهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الفل على حضرتك. يا ريت في الاول حتى تكلمنا عن اهميه تركيز العالم على السياحه في مصر والاشاده بها في الفترات الاخيره. هي الحقيقه طبعا دي مش المره الاولى، يعني صحيح طبعا كل استقصاء عن السياحه في العالم هتلاقي حضرتك ان مصر بتاتي في مقدمه الدول الجاذبه للسياحه. طبعا هذا ليس من فراغ، لان مصر الحقيقه تعتبر من اهم او على قمه الدول السياحيه في منطقه حوض البحر المتوسط. صحيح. لاسباب عديده. اولا طبعا هي اقدم حضاره موجوده في المنطقه. ثانيا الجو المعتدل طوال العام. ثالثا المسافة تعتبر قريبة جدا من أي نقطة طيران، خلال ساعتين ثلاثة أربعة بالأقصى 5 ساعات هيكون وصل للديستنيشن المصري. خمسة الأسعار في مصر تعتبر بالمقارنة بالأسواق حتى اللي نزلوا معانا في الاستفتاء سواء تونس او المغرب، هنلاقي ان مصر هي افضل طبعا. بس انا عايزه اوضح نقطه، بس انا ليه بقول في الفتره الاخيره؟ لان في انتفاضه كبيره في الفتره الاخيره، شايفين ترميم لعدد من المزارات السياحيه، حتى المساجد بالاخص في منطقه الحسين الفترات اللي فاتت، المتحف المصري الكبير، في شغل في الملف ده بشكل ملحوظ وواضح، في على كل بقى السياحه الدينيه، السياحه الثقافيه، السياحه حتى الفنيه، مهرجان العالم عالمين، فاحنا فعلا بنشوف انتفاضة كبيرة في الموضوع ده الفترة دي. زي ما حضرتك فعلا قلتي، ويمكن الدولة المصرية ادت اهتمام كبير لملف السياحة في مصر، وبالتالي بدأنا نشتغل عليه بقوة بالتوازي مع كل الملفات اللي قايمة بها الدولة. زي ما حضرتك قلتي، اولا احنا طبعا لسه عاملين متحف الحضاره، بنجهز للمتحف المصري الكبير لزياراته، بالمتاحف الجديده اللي بدانا نفتتحها في عدد من المحافظات اللي ما كانش فيها متاحف اصلا نحط فيها اثار. احنا عندنا كمان المدن السياحيه اللي دخلت الخدمه ودخلت الخريطه السياحيه الجديده لمصر، واهمها طبعا مدينه العالمين الجديده طبعا. وحضرتك والساده المشاهدين كلكم شفتوا قد ايه مهرجان العالمين كان رائع وكان جاذب، واضفى عليه قوه تواجد القياده السياسيه في مدينه العالمين الجديده، وتشغيل مطار العالمين، واستقبال عدد من الرؤساء والملوك العرب وضيوف مصر فيها. الحقيقه ده زخم جميل جدا، بيفكرنا طبعا بالزخم اللي كان موجود في مدينه شرم الشيخ لما اتحطت على الخريطه العالميه. النهارده مصر بتهدي العالم مدينه العالمين الجديده، يعني بدل ما كانت هذه المنطقه بتشتغل يمكن فتره الصيف فقط، النهارده اصبحت مدينه جاذبه للاستثمار وجاذبه للسياحه وشغاله طوال العام. طب على سيره بقى موضوع الصيف يا استاذ باسم، احنا خلاص الموسم او السيزون زي ما بيقولوا خلاص بينتهي، استعدينا بقى لموسم الشتاء ازاي؟ شوفي حضرتك، احنا عندنا جنوب مصر دايما هو الجاذب في فترة الشتاء، بس في حاجة يعني الحقيقة جذبت انتباهنا في السياحة خلال موسم الصيف، انه مدينة الأقصر وأسوان يمكن كانت بتشتغل في فترة الشتاء بشكل كبير. اللافت للنظر انه خلال موسم الصيف كانت الإشغالات بتصل في المدينتين يمكن ل 100%،
وحتى الآن ما بكلم حضرتك عدد السائحين اللي يعني في مدينة الأقصر تحديدا كمان أعداد كبيرة جدا موجودة، وده طبعا ساعد برحلات الأوفر داي من اللي بتيجي من الغردقة تقضي اليوم والزيارات بتاعتها في الأقصر، وقد تبيت ليلة أو اتنين أو تعود مرة أخرى للإقامة في فنادقهم. فالموسم الشتوي احنا طبعا يعني بنتلقى حجوزات كثيرة جدا وخصوصا من أوروبا وخصوصا شمال أوروبا، منطقة اسكندنافيا، منطقة البلطيق، ليتوانيا، استونيا، لاتفيا، كل هذه المنطقة دي حجوزات لفترة الشتاء. بريطانيا حجوزات برضو جاية من بريطانيا، كل الدول اللي فيها، وبالإضافة طبعا للسياحة الروسية، كل الدول اللي كانت في شمال أوروبا وخلال فترة الشتاء بيبقى العملية هناك عندهم صعبة جدا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغاز هناك عشان عملية التدفئة، فبيبقى مصر مكان بديل ورائع بيستمتعوا فيه ومتوفر فيه كل العوامل. يعني احنا أستاذ باسب بنطمن كل العاملين في السياحة أو مجال السياحة أن أمورنا الحمد لله تمام والأمن مستتب. بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين.